في ختام الجولة 12 من دوري STC الممتاز لكرة القدم، يرغب السالمية لاستعادة توازنه على حساب ضيفه القادسية في المباراة التي تجمعهم مساء اليوم، حيث يدخل الأصفر الوصيف بهدف الثلاث نقاط لا بديل عنها لمواصلة مطاردته للأخضر المتصدر. وفي المباراة الثانية يأمل الفحيل في مواصلة صحوته التي بدأها في الجولة الماضية بفوزه على خيطان بثلاث أهداف مقابل هدفين، لكنه سيصطدم بعقبة تتمثل في النصر الساعي بدوره إلى تصحيح المسار.